ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله افتح علينا حكمتك وشرح لنا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد صلى الله عليه في بدايته وختمه، ورزقته السر والبركة في قراءته وفهمه. اللهم افتح علينا من غير إصرار علومك المحبوس من كل ما شرح به صدورنا، حتى لا تتحرك ذرة في دار ملك الملكوت إلا أعطيتنا منها يا علما يا فتح يا فتح يا فتح. وبعد إن شاء الله تعالى بحبه مع قوته نشرح إن شاء الله في الكلام على بعد قصائد الشيخ سمح بالحي رحمه الله عليه. كنا أسلفنا أنها القصائد إنما هي واحدة رسائل تربوية للمريد، فعندما يكون الإنسان يقرأ هذه القصائد يسمع المعنى الذي يقال، المعنى الذي تكلم فيه الشيخ. إن غالب من يقرأ القصائد إنما تمشي مع الصيغة ومع النغمة، ولكن تترك المعنى الذي هو اللب الذي يدل به مشيئة هذه القصائد. يعني القصائد الشيخ رحمه الله عليه فيها فوائد كثيرة تبسل في الله سبحانه وتعالى. قد كان يعني اقتراح مع الإخواني جزاه الله بخير إن شاء الله تعالى أن نبدأ مرة وهذه القصيدة ما تكلم شيئا عن المعاني التي قد ورد فيها. إن شاء الله تعالى قد نبدأ بهذه القصيدة الأولى التي ديوان الشيخ رحمه الله عليه، وهي مسمى بتائية الولد الشريف. نعم، الذي في الصحابية الديوان. والتائية نسبة إلى أنه كل قصيدة يعني يطلق عليه تائية أو رائية أو جيمية أو نونية، الحق الذي ينتهي به البيت. البيت حياة الذي ينتهي به القافية التي ينتهي بها البيت تسمى لك قصيدة، فهذا قال التائية لأنها ينتهي بحق التاء. فقال رحمة الله عليه في مقصد التي هذه القصيدة قال تائية الولد الشريف. والبرد هو مجموع أذكار يتلقاه المريد للشيخ على سبيل سلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الورد. الورد المقصود بالورد هو أنه مجموعة من الأذكار يتلقى هذاك المريد عن الشيخ بنية السلوك إلى الله تعالى. والورد هو يقرأ على أربعة أقسام. الورد في أربعة أقسام. من كاين القسم الأول وهو الورد الذي تلقاه، وهو الورد الذي مجموعه من الأذكار التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عنا بذلك جملة من المشايخ رضي الله عنهم فجمعوا أذكارهم التي يواظبون عليها ويكملها المولدين ويشركون بها إلى الله مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فتارة ذلك يكون بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل للحمد الصدق رضي الله عنه في وظيفته فجمع الأذكار ثم قال رحمة الله عليه ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه تلك الأذكار التي معه قال فما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه. أكيد الذي يتواضع عليها وضع عليها من حين حينها. فهذه من جملة الأذكار التي وردت، يعني من جملة الأقسام الأولى هو القسم الأول وهي الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة من هي حاجة تنزلها في حياة ديننا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب لنا عليه ذكر. حتى في قوة الدين العادة استيقاظ من النوم وكل كذا فكل حركة حركة إلا ورتب لنا عليه اسم الله حتى نكون ذاكرين الله تعالى في كل حالة. يكون قولي من جملة قوله تعالى والذاكر الله تعالى كثيرا من الذاكرة. فالمواظبة على تلك الأذكار والتباع عند الله من الذاكر الله تعالى كثيرا، فهو لا يكون عندك إلا في النار كله. قال هذا القسم الأول من الأوراد. هو القسم الذي هنا جملة الأوراد بحال الوظيفة التي تلقاها الوظيفة الهاشمية هذه كلها نقول من جمعة والأذكار ديال باسم الله عليه الصلاة والسلام. ما فيهاش شكر عند شي أحد آخر. ومن ما قلنا فيها ما يشفي وما يكفي وما يبني. وما شاء الله إذا يسر الله الأمر فنتكلم عن بعض فضائلها إن شاء الله. القسم الثاني من الأوراد هو التي مجموعة عليه الصوفية وهو الأوراد التي تلقاها من الشيخ من النبي صلى الله عليه وسلم إما عن رؤيا يقظة أو من رؤيا منها. ومن جملة ذلك مثلا حديث الإمام الشاذلي رضي الله عنه لما قال في كتبه أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيره ممن المشايخ الذي صرحوا بأنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إما ذكرا أو صلاة أو دعاء وغير ذلك فأضافوا هذا لأورادهم ورتبوها في أحزانهم فصاروا يقرؤونها ويأمرون المريد بقراءتها صباحا ومساء. والقسم الثالث من الأوراد هو القسم الذي يأتي عن طريق الإلهام.
نبات عيونه واحد من العبادي دعاء معين او ذكر معين فاذا حصله ذلك ارتب ذلك كذكر يذكره وقد يؤمر او يؤذن له بتلقينه لبعض تلامذته او مريده فيسال بحكم السلوك ان شاء الله تعالى. والقسم الرابع من الاولاد هو الذي يكون انشاء يعني انشاء ما انشاء يقل الانسان البحث ثم يختار واحد المجموعه ديال الاذكار واحد المجموعه ديال الادعيه واحد المجموعه الصلوات فيلتزم بها بنفسه مع نفسه ان يجعلها مدد يقراها صباحا ومساء مثلا. فهذا هو اقسام الاوراد التي موجوده. اقسام اربعه اوراد. القسم الاول هو الذي نشا واللي جاي من الاذكار اللي باسم الله الذي امر بها. القسم الثاني من يعني الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذكر معين وامرهم بذكره وبتلقينه للناس. والقسم الرابع منه الذي اوتي الهام من الله تعالى. من حصل ذلك فلياتي الانبياء والصالحين والصحابه ان يلهموا دعاء معين الى غير ذلك. يعني ما سبق سمعه من احد ولا تلقاه من احد ولكن الهمه الله تعالى اياه. فالدعاء الذي يعني في ولد الشيخ رحمه الله عليه يا ودود يا ودود يا دار المشيد يا دار المشيد يا ودود يوم يفعل به هذا له قصه. انه واحد تاجر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لان تاجرا كان في الطريق فاعترضه واحد قاطع طريق. واحد قاطع طريق اعترضه بغيت تبدا بشي عندي. فقال له يعني لم تعطي داك الشيء عندك. فقال له بدينا طريق شي عندي قال له ولكن خلينا بدا نقتلك. قال له مشي لبلغ العليا ما تمشي شي. قال له بدينا تاخذ المال اللي عندي وخذ داك الشيء عندي ولكن خلينا نمشي. قال له لا انا عندي هذا هو القانون علاش نمشي. في الاخر شي واحد نسبو شي مبلغ علاش نقتل. قال له لا 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 خليني نصلي واحد الركعه. باش غادي هل ما بدالك. فكذلك خلاص هذوك جوج ركعات هو قال هذا الدعاء الهم الله به ما تعلم عن شي احد ما عرف ما كان مش واحد ولكن الله الهم الدعاء يا ودود يا ودود يا دار ماشي يا دار يا ودود يا ودود يا فعل ما يريد لا خير الدعاء قال وهو يدعو الله بهذه الحاله وهو من الاضطرار لانه يسال الله تعالى النجاة فحتى بعث الله رجل يديه وينجى ذاك الرجل وقتل هذاك قاطع الطريق ونجاه الله منه اقل سالتك بالله شكون انت اللي ربي سبحانه وتعالى قبل ما دعيت هذا الدعاء درجات ملائكة السماء. فأمر الله ملكا ملائكة السماء الثالثة فأمر بأن بأن يقذف ذاك الرجل. فأنا قد عثني الله بن مصطفى ذاك الرجل. هذا جبناه باب ياش هذا ألهم الله تعالى من غير أن يتعلم من أحد ومن غير أن يطلبه من أحد ولكن الله تعالى ألهم ألهم له كما في هذا الدعاء. قال تنوي الإنشاء قلنا الإنسان يبحث مثلا عن بعض الأدعية والأذكار والصلاة فيستطيع أنه يمشي ويجد لها مثلا تحصل حضور في القلب ديالو تحصل له كذا فيتخذ ذلك فهذا هي مجموع دل يسمى الاوراد او اقسام الاوراد الاربعه اللي هذه اللي كاينه فانا الشيخ رحمه الله عليه دار الولد ديالو رحمه الله على شكل واحد القصيده كيتكلم فيها على المعاني ديال الولد وعلى الفوائد ديالو رحمه الله عليه هو ذاك الولد مسمى بن ولد الشيخ ديالو ديال الله قد رتبه في الفقراء ديال الله يعني على مراحل في حياته ماشي برك من قبل كان يقرا في الفقراء بل كان له ترتيب معين كان قبل كي يشرح صار من الذكر حتى لقى واحد اسمه فرد 66 ثم بعد ذلك الخمسينات كما حكى لي الوالد رحمه الله بعد الخمسينات زاد ذوك الادعيه ونقسم ذوك العدد ديال الاذكار على اي حال. فنتكلم على هذه البيت الاول ان شاء الله تعالى بعد ان شاء الله نكمل الابيات فيقول رحمه الله عليه يقول عبيد الله اعني محمد وابن الحادي من قاصدا من نصيحتي كل القول هنا في ثلاث مراتب القول كل القول الى في ثلاث مراتب كاين قول عارفي بالله يمكن القول للعلماء العالمين بأحكام الله يمكن القول للعامة الناس أما قول العارف بالله هل يعني أدله بالتالي يشرط قول عارف بالله قال فيكون قوله لله وبالله ليس في حظ من الحظوظ دخل في تشرح من حظوظ النفس أنا لا في ذلك ولا سمع ولا كلام إنهم لا يتكلمون إلا أذن لهم في الكلام ولا ينطقون إلا أذن لهم في النطق ويتكلمون بما يلهمون لا يحضروش ما تيمجدوش شحال يقولوها لكن شي شي تيقول له شي تيحضر الله تيقول له لا ما تيمجدش مثلا يعني عارف بالله يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لهم من خان لك يعني ماشي مجدي به على جدي مثلا التصليح ديال كذا قالوا العارف بالله ماشي بحال حنا نعاون الناس لا لا بدا تطاق لا بدا تمجد بالله لا ما تيمجد شيء كي تيجلس تيتشاء الله ما يقول لا ما تيكونش على انا استعداد سابق على غير ذلك لا يجب السنة يفهم الله هذا فيكون القول ماش لله وبالله الله يحب المنطق ثم إذا نطق تكلم لله يقصد بذلك يوجه الله تعالى فلذلك تؤثر قلوب يعني أقوال في القلوب
من القلب إلى خارج القلب وقع في القلب وأثر فيه. هو ينقسم أعطى الله في حكمه مبدودية في التعبير، سمعت في مسامع الخلق عبارة وفهمت لديه إشارة. زي مبدودية في الكلام من منظومة التكلم تنقص القلوب، تتحرك هذيك القلوب. يعني الشيخ نجيب الله في القصر الذي ذكرنا فيه قال: وشفينا القلوب من نعرها بلطيف العلوم ذوقا فطارا. من الكلام لما تتكلم تشفي الله العلاج القلوب مجرد ما يتكلم. فقلنا هذا القول الاول وهو ان العارفين بالله اذا نطقوا نطقوا لله وبالله ماشي شعار اخر ماشي بحمد. والعلماء اذا نطقوا نطقوا لوجه الله يعني تقول نصيحه لله. لكن اذا ما عرفتش الكلام ديال واحد الحظ مطالب رئاسي او جدالي او مراتي في الناس او يقول عليه الناس عالم او يقول عليه الناس كذا هذا يكون كلام لله تبلغ النصيحه لله. فربما يكون عن استعداد ربما يكون عن قراءه ربما يكون عن نص سابق ربما على كذا فهذا ماشي بالله ولكن ولا لله يقول لله تعالى يبتغي بذلك وجه الله الدار الاخره يعني الناس العلم لله لكن لا بد من مطالعه ومدرسه وغير ذلك. لكن عامة الناس إذا نطقوا لا بد يكون خرج مع النطق يحضر الحضور. عامة الناس يتكلم إما أنه تغيب له واحد فكرة يظن منه هو اللي يبغي يعطى أو أن الرأي ديالو هو الأصح أو يجادل أو يرائي في الكلام ديالو أو له مراء. وقليل من العامة من يسحروا أنه الكلام ديالو يتكلموا لله يحسن به إلى وجه الله. يعني غالب عامة الناس حنا كل ما نتكلموا يعني في الغالب أن لا بد يكون حضر الحضور يخرج مع عندك الكلام. لا يكون شيء يتكلم به لله بل يقصد به وجه الله تعالى. ولكن الانسان ما يتكلم غير يراجع ما راسو اشنو غادي يقول شنو غادي يقول قبل ما يقولها شحال من مره يقولها. لان بسم الله عشنا ما نهضر نكثر الكلام والهضر. الكلام اذا قلت لك الصحابي سيدنا معلم الجبل وهل يكب الناس في مناخيرهم على جهنم الى حصلوا السنتهم هل يكب الناس على مناخيرهم في جهنم الا حصلوا السنتهم كل انسان يقول كلمه فغير كلها بل كما قال بسم الله ان الرجل لا يقول كلمة لا يقيم لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وهي كان يضحك قال شي كلمة كذا ولا قال شي كلمة او اغتاب شي واحد او قال شي كلمة كذا او قال شي كلمة نادي لا يليق. فإذا وخذه الله نسأل الله السلامة والعافية ألقي به في جهنم 70 خريفا. هذاك الإنسان لا بدا يراعي شي يقول يحضر شي يقول. إن الله تعالى في يوم القيامة يقول لها كم إنا كنا نستنتقون ما كنتم تعملون. قاعد كيقول لك والله ما تتقي هذا العبد الذي يقيم صلى الله عليه وسلم لما يعرض عليه الكتاب باش يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك انت لا تحاسب نفسك. فاذا قرا الكتاب ديالو وشابك العمل اللي فيه تيقول لك اظلمك كتبتي في شيء واش الكتاب يكتب لك الذنوب شوف يا ربي شيء ما تعرفش يشوف ما تيشوفش يعني الكتاب حتى تعرف مثلا حنا تيشوف صوت وصوره تيشوف داك الشيء بحال داك بحال الالات اللي تخدم هذا بحال التسجيل داك الشيء هاكم تيشوف الاعمال ديالو تيشوف هاك النهار علاش دار اللهم كن لنا ولوالدينا ولمشايخنا من الحق علينا وجميع الأمم المؤمنات المسلمين المسلمات أحياء من الأمات وما بهم عن هذا النعم بارك وحمى تفرقنا من سالم الشريف صومة واجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شك ولا مفهوم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة الدنيا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ولنا انك سالنا وبذلك بجودك تعرضنا اقبل الله الكريم علينا لا تخف فيك رجعنا حول الله عند العين. اللهم فارق الحد والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. اللهم فارق الحد والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. اللهم فارق الحد والنوى اعطي لكل قلب ما نوى. اللهم انا نسالك الخير كله لا علم منه وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علم منه وما نعلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. أمين ولي الله بالخير عين عليه وقلبه وعلى يديه اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها دنياك واجعل خليتنا منها وسعدها إلى لقائك إنك على ما تشاء قدير والإجابة جدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام